وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمنيات الشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس. كما أكد الرئيس السيسي على تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها والعالم أجمع. ومجددا مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمنيات الشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس. كما أكد الرئيس السيسي على تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها والعالم أجمع.